هنتكلم مع الاستاذ سيد. اهلا وسهلا بيك يا استاذ سيد، اهلا بحضرتك يا فندم. نورتنا طبعا في الاصل مصري وبرنامجنا. استاذ سيد بيتكلم على كل ما هو منتجات مصريه، وطبعا بالنسبه للشغل الهاند ميد او شغل الشغل الخياميه او شغل الهاند ميد اللي بيتحط تحت بند يعني الشغل بتاع حضرتك. طبعا انا يعني عندي معلومات ان يعتبر مصر البلد الوحيده اللي بتشتغل في شغل الخياميه، تمام. فكنت عايز حضرتك توضح لنا وتوضح للجمهور من البدايه كده الشغلانه اللي حضرتك بتشتغلها ابتديتها من امتى. انا لسه كنت بنوه للجمهور حضرتك بتشتغل وانت عندك 6 سنوات يعني، تمام. فكنت عايز اعرف الجمهور حضرتك ابتديتها من امتى وايه المزايا بتاعت اللي طبعا الشغل الهاند ميد في شغل الخياميه. اتفضل. تمام. حضرتك هي بالنسبه للمهنه هي اساسا بتبقى عائلات متوارثه. تمام. يعني بالنسبه لي انا ورثتها عن والدي، ووالدي عن جدي، وجدي عن جدي، وهكذا دواليك للمهنه يعني. تمام. المهنه في حد ذاتها زي ما حضرتك تفضلت من شويه، احنا كمصريين احنا بس اللي بنشتغلها تقريبا على مستوى العالم. تصميمها بيبقى مصري، شغلها مصري، لكن طبعا بيبقى المبيع بتاعها بيبقى معتمد على السائح الاجنبي. على السائح الاجنبي، تمام. وبرضه المصريين اكيد بيشجعوا المهنه. اكيد طبعا، بس طبعا. هو السائح الاجنبي بيبقى بالنسبه لنا احنا حاجه مفيده جدا على اساس العمله الصعبه. طبعا في مصريين وفي عرب وفي كل حاجه، بس هي بنسبه 90% معتمده على السياحه. على السياحه. تمام. هل حضرتك يعني في بالنسبه للشغل الخياميه هل بيتواجد مثلا نقابه معينه او رئيس رابطه معينه للمهنه ديت؟ هو للاسف الشديد احنا بننادي بالموضوع ده من ايام مثلا والدي وجدي وهكذا، ما فيش احنا ولا لينا نقابه ولا رابطه. المفروض ان يبقى فينا نقابه او كده، بس ما اعرفش طبعا ايه المعوقات اللي بتمنع ان احنا نعمل حاجه زي كده. اتفضل. بس يعني بالنسبه للناس ما عندهمش طبعا مشاكل، المشكله هتبقى بقى مثلا مع الدوله او حد يبدا بالموضوع يعني. مع ان الشغل يعني انا اعرف ان شغل الخيامية ده زي ما حضرتك برضو تفضلت وقلنا ان يعتبر مصر الوحيدة اللي بتشتغل الشغل ده او شغل الهاند ميد اللي هو تحت بند الخيامية او شغل الخيامية. فيعني حضرتك بتتكلم ان هو حتى ما فيش حد يعني متخصص اتكلم معاكم مثلا في موضوع الرابطة او موضوع النقابات او الكلام ده، ما فيش اي حد من الدولة لا لا يعني خالص. يعني لا يوجد يعني لا، مفيش مسؤول بمعنى مسؤول ان يقدر يتكلم مع اي حد. انا مش شرط يتكلم معايا، انا اتكلم مع اي حد من مهنه الخياميه. تمام. واحنا كلنا نبقى وراه. تمام اكيد. طب يعني بمعنى كلام حضرتك ان يعني مفيش دعم من الدوله للمهنه ديت؟ مفيش. لا لا دعم؟ لا خالص، مفيش. مفيش دعم؟ لا مفيش يعني. طب يعني برضو عايزين برضو نقول للساده المشاهدين افضل مثلا طريقه لدعم الصناعه ديت بقى، طالما حضرتك يعني ما عليهاش سبوت او الدوله ما خدتش لسه الموضوع بان هي تعمل سبوت على مهنه الخياميه، حضرتك ممكن تقول لي مثلا ايه افضل طريقه لدعم المهنه ديت؟ ايه افضل طريقه ان احنا نقدر نتكلم مع الشباب بخصوص مهنه الخياميه؟ ايه افضل الطرق اللي احنا ممكن نتكلم فيها؟ بص حضرتك، من يعني من واقع خبرتي المتواضعه، الاحسن يعني حد هتبقى وزاره الثقافه ووزاره السياحه. تمام. وزاره الثقافه هتقدر في بيوت الثقافه مثلا هتوفر اللي حابب ان مثلا يتعرف عن الخياميه كمصريين او تعمل ندوات. يعني بيبقى في حاجات كتيره الدوله تقدر تعملها. بس انا اللي اعرفه يعني اللي اعرفه يا استاذ سيد ان وزاره الثقافه بتعمل مثلا معارض في اماكن معينه بتتحط تحت بند الشغل اليدوي، فطبيعي ان شغل الخياميه بينزل مثلا المعارض ديت او مثلا حضرتك او اي حد بيشتغل في نفس المهنه طبيعي ان هو بيقدم مثلا في وزاره الثقافه وبينزل المعارض والكلام ده كله. هل ده متاح برضه ولا حضرتك بتتكلم؟ لا بكل